تاريكة حركة حلوة كبيرة جدا يعني بصور كابتن تسجيل عن مستوى الفريق التشكيلي اللي لاحقوا بدأ الفريقين وانت وجميل عدم وجود اي بس تبدا الكرة على المرميين مثلا اللاعب الوسط العاجي ابراهيم تيتا يجمع تاريكة مباشرة لحسن جميل يدخل حلو دخول حلو كثير من تاريكة اللي بيحمل رقم 20 وهو اللاعب من مصر الشقيقة ويزن اسياب مراقبه مضبوط مباشره الى كاريكا يمشي بالكره دون ان يمرر لكن نشوف في زحمه دائما في منطقه العمليات عم بطئ هجمه المجد عم تخلي لاعبي الوادي ايضا كره فريق المجد يلي سنحط له فرصتين لكن فرصتين ما كانوا نتيجه جمل تكتيكيه عم شوف كانت لونج مثل ما قلت طابات طويله مباشره لزن السيد قد تصيب لا ندري ستجمع الزمالك المصري مع مواطن الاهلي المصري على كل حال هي فرصه كبيره وسيكون راديو تلفزيون العربي في على موعد مع هذه المباراه الهامه جدا واللي بينتظرها الحقيقه جمهور السوري بفارق الصبر بعد السمعه الكبيره اللي بيتمتع فيها فريق الرجاء وايضا فريق الوحده السوري من الانديه تبحث عن جميل ادب بيلعبها لكاريكا كاريكا يدخل كاريكا من الجهه اليسار معكوسه كثير حلوه لكن لا احد وباسلوب جلس انه هي فرصه كبيره تعوض نحن انه نشارك في مثل هذه البطولات كيف يستطيع الفريق ان يطور اذا مشارك في هذه البطولات القويه يخسر مره واثنين وثلاثه وبعدين اكيد راح يستفيد وكان دائما يزن القادسيه لا شيء للمجد لكن المجد بدا ينطلق نحو الهجوم في محاوله تقليص النتيجه كاريكا من جهه اليمين تسقط هذه الكره وتنتهي لقدر كاريكا الى عناد عثمان عناد بيلعبها داخل المنطقه لكن مقطوع دائما هذه كاريكا يسير بالكره كثيرا ويبحث عن زميل بذل مجهود في هذه المباراه لكن لم تترجع ايضا دخل قبل قليل خلف السلامي للمشاركه في فريق القادسيه